السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الشيخ مصطفى معي؟ نعم أخوك مصطفى معك، تفضل. والله العظيم يا شيخ إن أنا أحبكم في الله والله يا شيخ، وأنا بعضكم الأمة كلها يا شيخ والله، المسبب حاول عشان أتصل بك والله عشان أكلمك يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، تفضل. ما أنا ما عندي سؤال، بس أنا عندي طلب يا شيخ، إنك عاوزك تجيبنا يا شيخ النتيجة بتاعت الثانوية العامة كمان يوم عندنا في مصر. الله ييسر أمرك ويوفقك وأبناءنا وبناتنا وأبناء المسلمين وبنات المسلمين يا رب العالمين. الله يخليك يا شيخ، شكرا يا شيخ. متى ستظهر عندكم نتيجة الثانوية؟ إيه؟ متى ستظهر؟ يوم السبت أو الأحد إن شاء الله. إن شاء الله، ممكن تدع ربنا أن يوفقك ويجعلك دائما وأبدا راضيا بقضائه وقدره؟ إن شاء الله يا شيخ، أتمنى بالله يا رب وفقني واجعلني دائما راضيا بقضائك وقدرك، وتقول يا رب أنا اجتهدت وأديت الذي علي ولكن ما توفيقي إلا بك يا رب العالمين، فاللهم يا رب وفقني وتولى أمري واجعلني دائما وأبدا راضيا بك، فأنا أقول صباح مساء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، فأنا راضي بك يا ربي ربا، تولى أمري فأنت تتولى الصالحين. أدعو الله كده واذكر الله والموضوع ينزل على قلبك كالبرد، ونحن لا نعبد ثانوية ولا نعبد كلية، نحن نعبد الله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله فلازم نوطن أنفسنا ونعلم أبناءنا ونعلم بناتنا الرضا دائما بقضاء الله سبحانه، أدى الولد ما عليه، أدت البنت ما عليه، وبعد ذلك الأمر كله لله سبحانه وتعالى. وقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير ما يجمعون، لأن ترث أنت الرضا بقضاء الله والإيمان وذكر الله والمحافظة على صلاتك خير من الدنيا الفانية الزائلة. أنت أديت ما عليك الحمد لله ما قصرت ودعوت الله سبحانه، كن راضيا بكل تقدير الله سبحانه، فهو رب كريم سبحانه وتعالى ولا يضيع أجر من أحسن عمله. هو قال هكذا: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. بارك الله فيكم.